السلام عليكم، مرحبا فيكم أصدقائي الأعزاء. طبعا اليوم أنا حابب أقدم لكم مجموعة تدوينات بإمكانكم تحملوها. طبعا التدوينات هذه تدوينات تعتبر تجريبية، يعني بإمكانك تستغلها بس لتتأكد من قالب، من شكل قالب، من إعدادات، من أمور زي هيك. لكن أوعى تستغلها 100% كنشر لهذه التدوينات، لأنه هاي التدوينات أصلا موجودة، يعني الناس محملاها من قبل، موجودة على الإنترنت، مستحيل إنك تأرشفها إلا إذا أنت عدلت عليها. تمام، أنا طبعا 400 تدوينة اللي جهزتهم، والحلو كمان طبعا هو تقدر تحملهم. أنا حاطط روابط لكل مجموعة، في 50 تدوينة بدك تحملهم من هان، وفي 100 كمان بدك تحملهم من هان، وفي 250 من هان. وضفت لك كمان بزيادة مجموعة تدوينات 205 تدوينة على أساس إنك تستغلهم صح. خلينا طبعا في البداية نبلش ونشوف كيف عملية التحميل. بنضغط على التدوينة، بدنا نحمل إحنا 50. تمام، فيش إعلانات ومن هالقصص هذه، مباشرة ضغطنا وحمل خلاص زي هيك. هاي تحميل. تمام، ناو فتح هاي الـ50، بنيجي بنفتحها زي هيك، بنستخرج الملف. ممتاز. قص لل بدنا ننزله هذا، قديش بدنا نحطه هنا؟ وزنه كله على بعضه 400 كيلو بايت، والأقل من نص ميجا، 50 مقال كاملات. تمام، بدنا نضيفه مثلا في المدونة هذه. اللي عشان تضيفه انت صح بدك تلجأ للاعدادات يا اخو. تمام، من الاعدادات في عندك كلمة اخرى هان، اضغط عليها. هان ضغطنا عليها، ها مباشرة، يا استيراد المحتوى يا الاحتفاظ بنسخة احتياطية. هذا لما بدك تحتفظ، يكون انت عندك في المدونة مجموعة مقالات وحابب تحتفظ فيها فبتحتفظ من خلال هذا. احنا لا، بدنا نستورد محتوى، بنضغط على هذه، في حيجيب لك كباتشا هان. ايوه لازم اتاكدها 100%. اهلا وسهلا، جاب لي شوية سيارة صح، تحقق الكبت هيك زبطت معي. بنعمل استراد من جهاز الكمبيوتر. هاي الـ50 مقال انا حاططهم في الوجه في سطح المكتب، بنعلم عليهم وبنستنى شوي. طبعا ملحوظة، لما بدك تحمل الـ250 مقال او الـ100 مقال بيحتاج سرعة انترنت، إذا كان الإنترنت بطيء صعب جدا إنه يحملهم أو بياخد وقت حيعلق معك. هاي الـ50 مقال حملوا معي مباشرة وبسهولة. حملوا خلاص، نزلوا لي حتى مع التسميات والشغلات هذه. يعني بدي أجي أعمل عرض للمدونة، تمام، حيظهر معي موقع كامل. أها معلش، انا بحب استخدم قالب ليفون، هذا اسمه، انا شرحت عنه لانه مميز هالقالب بالنسبة الي. هاي المقالات طبعا محلاهم، بتقدر ترتب سعيتها على من خلالهم، تستغلهم صح. طيب تمام، ايضا بامكانك تحمل الـ100 مقال نفس النظام بالضبط، تضغط هان وبتطلع بتحمل على طول، والـ250 نفس القصة. طبعا انا حطيت لك كمان ايش تحفيزي هان، يعني زي هدية لكم. وفي كمان مقالات غير هيك مهمة، يعني لو قريتها اقرأ. ايضا في 712 تدوينة جاهزة، وين كمان صرت اضيف تدوينات مثلا عن مجال معين، في عندي كثير مواضيع زي هيك راح اضيفهم، مجموعة تدوينات في كل في مجال ان شاء الله راح اضيف لقدام، يعني يمكن زي حركة حوالي 50 60 مقال، كل مقال بيحوي زي في حدود اقل اشي من 100 تدوينة لألف تدوينة. تمام، برضو بإمكانك تحملهم. تضغط على داونلود، ثواني، تضغط على كلمة تحميل. تمام، بيبدأ يعد معك 10 ثواني، وبتضغط على تحميل الملف وبيحمل معك الملف. وزنه 188 كيلو بايت، يعني ولا حاجة، يعني مجرد فتحة صفحة. هذا هو موضوعنا لليوم، أتمنى أنه يكون عجبكم، وإن شاء الله يعني تستفيدوا من هيك إشي. وكل التحيات لكم.
لا تنسوا طبعا تشتركوا في قناة جوجل توينز على أساس نحاول نقدم لكم كل جديد. كل شكر لكم إخواني، الله يعطيكم ألف ألف عافية. السلام عليكم.